الأوروبية الأنظار كلها تتجه نحو هالاند تريكر. طبعا ما الكاميرات هتروح لمين غير هالاند وبعده دي بروين. فأعتقد إن ده قيمة إن يكون عندك هداف وأنت بتقدمش مباراة كبيرة قوي، مباراة متوسطة، يجيلك كرة يخطفها لك يسجل لك هدف يسهل المباراة تماما، مع التغييرات اللي عملها جوارديولا وخاصة دي برويني. طبعا شوف الكاميرات بتروح لمين يا مهند، تروح للنجوم، تروح لاصحاب ال انت شايف المباراه قبلنا؟ لا لا هي مباشره ولا اعاده؟ وده الجندي المجهول للمعلوم الان. فاعتقد ان فوز مستحق يوصل بيه لصداره الجدول الترتيب ال 52 نقطه، يستاهل الصداره لمده ساعتين ما نشوف ليفربول. فاعتقد النهارده شفنا هدفين، واحد باليمين واحد بالشمال، صداره الهدافين 16 هدف. عانى شويه في الفتره الاخيره من الاصابات وبتاع، ورجع طبعا للفورمه بتاعته، وكل ما كان دي برويني في الملعب هيظهر ده احسن باسلوب كبير. عوده ستونز، كل الشباب الموجوده الرجاله بتاع جوارديولا جاهزه للمرحله الصعبه وفي قمه العطاء. اختيارات اوبشن كتير قوي. انا قلت لك الدكه بتاعت السيتي يا مهند قبل بدايه المباراه تكسب اي حد. فانا اشوف النهارده عنده قوه متنوعه. شفنا المباراه برانتفورد يا كابتن حاتم، فودن هاتريك النهارده، ده ثنائيه. الماتش الجاي بقى الدور على مين؟ هتلاقي اي الفاريز، هتلاقي دي برويني، هتلاقي العديد من النجوم. فاعتقد انه عنده اسلحه كتيره قوي، اسلحه كتيره فتاكه. شون دايش عمل مباراه في الشوط الاول خاصه مباراه كبيره الناحيه الدفاعيه، انما مع الاسلحه دي والمعيبه دي مع دي برويني وتمريراته مع هالاند وانهاءاته ولمساته، الامور تبقى صعبه. صعبه قوي على اي منافس هيلاعب السيتي حاليا في هذه الفورمه الكبيره لنجومه. تريكا، لنترك التاريخ ومواجهة الفريقين بين ليفربول وبيرني جانبا، اللي هي بالتأكيد هي لصالح ليفربول، تحدث عن الحاضر. الحاضر يقول، ربما يكون مخطئ، بأن الفريق الوحيد في إنجلترا باستثناء مانشستر سيتي لا يوجد فريق آخر لو خسر الصدارة أمام السيتي قادر أن يعود وينافس عليه، خصوصا في هذا الوقت بالذات، وخصوصا أن تشكيلة بيب غوارديولا كلها حاضرة بدنيا فنيا من أعلى ما يكون. بص، هي بتبقى مشكلة للفرق اللي بتنافس بعض لما المنافس يلعب قبل التاني، إلا ليفربول والسيتي الاتنين متعودين على المنافسة. ممكن شوية أرسنال يتأثر شوية، إنما بعد التجربة بتاع الموسم الماضي واكتساب خبرات ونضج للأرسنال المفروض ما يتأثرش، المفروض. فالتلات أندية دول هيتنافسوا على اللقب الصدارة. عاوز أشوف ردة فعل ليفربول بعد خسارته من أرسنال، ردة الفعل المباراة اللي بعدها. أي خسارة للفرق الكبيرة بيستنى المباراه اللي بعدها عشان يشوف رده فعل. تقول لي اصابات، تقول لي اليسون مش موجود، تقول لي غيابات، تقول لي صلاح مش موجود، تقول لي تياجو اتصاب، تقول لي الاصابات والغيابات. لا، عاوز اشوف رده فعل اللاعبين الموجوده، وخاصه على ملعبهم ما فيش حد في الانفيلد بيقدر يجاري الريتم الموجود والاتموسفير الموجود ولا اللعب، الاسلوب اللعب اللي موجود. بجانب ان احنا كل مباراه لكلوب لحد نهايه الموسم هتبقى ايه، تحس ان هي مباراه وداعيه. فالنهارده الفريق عاوز اشوف رده فعله، عاوز يستعيد مره الصداره مره اخرى لان السيتي كسب، ورده فعل اللاعبين والاسلوب اللي احنا كنا متعودين فيه لليفربول من الشكل الهجومي، التسديدات من لعيبه وسط الملعب، الريتم السريع، استرجاع الكره بسرعه، ده ما لقيناهوش في ماتش الارسنال. سيبك ارسنال حاجه ثانيه، مختلف، منافس مختلف، امكانيات مختلفه، جوده مختلفه، خبرات مختلفه. انت بتلعب فرقه دلوقتي، انا في وجهه نظري شيفيلد وبيرلي نزل، فعلى الورق المباراة في ايد ليفربول. ازاي هيتعامل معاها؟ ازاي البدايات معاها؟ ازاي لعيبة وسط الملعب هتزيد؟ ازاي جوتا بالحالة الفنية الممتازة؟ نونس في عملية تسجيل الأهداف؟ فكل مباراة مباراة كؤوس، لأن السيتي مش هيخسر. أنا في وجهة نظر ممكن يخسر، إنما على الورق يا مهند السيتي مش هيخسر نقط. فأنت اعمل حسابك لحد ما تقابله في مباراة في الأنفيلد، ليفربول والسيتي، لحد ما تقابله حافظ على فرق النقاط، ويجي على ملعبك تصرف بقى معاه. انما تقول لي وقع نقط وانا بنافس السيتي قدام بيرلي، لا، غير مقبول. فانا اشوف رده الفعل بعد الخساره من ارسنال والاتموسفير الموجود، اتكلم زياده على عدد الساعه الكامله للاستاد والتجديدات اللي موجوده فيه والشكل اللي موجود فيه. كل مباراه تحس ان كرنفال لليفربول، وخاصه بعد قرار كلوب. فانا اشوف ان هي على الورق لليفربول، وخاصة زي ما بقول لك بتنافس السيتي أو أرسنال، ما توقعش نقط في مثل هذه المباريات.
امتدادا لما تفضل به ابو تريكه مع حاتم وان شيفيلد وبيرلي من وجهه نظره اول مغادرين الدوري الانجليزي الممتاز، اذا المباراه هي في متناول ليفربول، خصوصا ومطالب برده فعل بعد الخساره امام ارسنال. تعثر ليفربول واستمرار بعد نهايه هذه الجوله السيتي في الصداره، انتهى الدوري بالنسبه للمنافسين. لا ينتهي الدوري، يعني شاهدنا قبل انه 87 نقاط و10 نقاط وكانت الفرق المنافسه لديها القدره، لانه في الدوري الانجليزي في فرق قادره ان تنافس، تطيح قادره أن تطيح بسيتي، لكن من يملك شخصيه السيتي؟ اكيد لا، وان كان سيتي الان يمر بفتره ايجابيه، لكن احنا نتكلم الفرق سيتي مع من خسر نقاط؟ خسر كريستال بالاس على ارضيه ميدان وتعادل في التعادل، يعني وكانت هذا في متناول سيتي، يعني في متناول سيتي، انا اتكلم على النقاط اللي كانت في متناول وخسرها سيتي. اليوم فريق ليفربول انه تعثر في المباراه الماضيه من فريق ارسنال، اللي كان في الحقيقه فريق ارسنال كان ممتاز جدا في المباراه، ومع الغيابات التي لدى ليفربول ومع المستوى المتدني لبعض اللاعبين ومنها أليسون اللي كان خارج الموضوع ويمكن بعض التواصل بينه وبين فان دايك، على كل حال ارسنال كان يستحق الانتصار. مع هذا انه بيرلي هي على الورق في المتناول، على الورق انا في المتناول اكيد، وان ليفربول افضل بكثير والامكانيات حقيقه لديه امكانيات كبيره للفوز في وفي الانفيلد اكيد، فاتمنى كذلك ان يظهر نونيز بالشكل المطلوب، لانه هذا اللاعب كذلك انه هو وان يدافع عليه كلوب هو لاعب جيد لكن يضيع الكثير من الفرص، وتصرفه في بعض الاحيان تحت الضغط لا يتصرف بالشكل المطلوب، وهذا ما يجعل منه يمكن الانقسام في الرأي حول هذا اللاعب، في من يقول انتظر أن هذا اللاعب قادر أن يتحسن ويتطور، وفي من يقول أنه لغاية الآن لم يقدم الإضافة. بعض الأحيان أنه لما نأتي نقارن ما بينه وبين مثلا دياز أو بين مثلا صلاح الغائب اليوم على المباراة، في بعض الأحيان كأداء يكون ناس افضل اداء من صلاح، اتكلم كاداء مجمل مع الفريق، لكن ياتي الثاني صلاح ويسجل الاهداف الحاسمه، وهو ياتي ناس في بعض الاحيان امام مرمى شاغر ويضيع فرص سهله، فهذا ما يجعل لاعب يرتفع على لاعب على الثاني. كذلك ان اليوم كلوب ان يخرج من ليفربول ويحقق اللقب 20 وان كان صعب، المعادل لمانشستر يونايتد سيخلد كلوب في تاريخ ليفربول، وان كان هو سيبقى في تاريخ ليفربول لانه حقق اللقب الذي غاب ل 30 سنه او اكثر بقليل، حق الشامبيونز ليج اللي غاب لفتره طويله على فريق ليفربول، جعل من ليفربول ينافس على مستوى الشامبيونز ليج وينافس على مستوى الدوري، فاكيدا هو سيقعد عالق في 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 قلوب جماهير ليفربول، لكن انه حقق اللقب 20 سيبنى له ثمثال ربما امام النادي. طيب شكرا حاتم، شكرا تريكا، لازلنا معكم مشاهدي الكرام خلال هذا الاستوديو فيما يتعلق بالمواجهه المقبله بين ليفربول وكذلك بيرلي، وامامنا يونس محمود والكاس المنتظره اما للاردن اما لبطل النسخه الماضيه المنتخب القطري.